كابلز اليوم نحكي عن الشراكة بالعلاقة الزوجية، الثقة، الاحترام، مسؤولية كل شخص عن الثاني بهالشراكة. مع جيسي طعمي مستشارة علاقات زوجية، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير كاتيا. صباح النور. يعني أنا دايما بقول أنه هيدي الشراكة هي فعلا مسؤولية، كل شخص هو مسؤول عن الثاني. أوقات بينتقدوني أنه لا، ما حدا مسؤول عني أنا، لا هو مسؤول عن مشاعري. يعني إذا كان الشريك هو يعرف قديه قيمته بانه يقدر يكون عم يسعد شريكه الأخر. يعني ان كان المراه او الرجل، في مسؤوليه هون، في التزام بهذا الموضوع. اكيد، لانه احنا شركاء. ما انت قلتي يعني اذا انا شريكه بهالعلاقه اكيد انا مسؤوله عن نفسي، واكيد مسؤوله كمان عن شريك حياتي او شريكه حياتي اللي انا بدي التزم معهم بهيدي المرحلة. أنه ما حدا بخيال حدا على الأكيد، مش هيدا المقصود. لا، مش هيدا اللي عم نقوله. لا أبداً. أو لونك. ولا حدا أنه الحاجة، لأنه لازم يكون الإنسان طبعاً مكتفي بذاته لحتى اللي يقدر يعطي الآخرين. ومش أنه هي حاجة يعني تتكوني dependent من شخص تاني. ولكن شو إلا معنى هالعلاقة إذا ما كان بده يكون عم ينشغل عليها وكل شخص قاشع التاني شايفه؟ صح. وبتعرفي انت يعني انا في شيء كثير مهم، نحن وقت قررنا نتجوز شو قررنا دخلك نعمل؟ مش قررت انا ليه قررت اتجوز هيدا الشخص، انه قررت اني انا اعطيه نفسي، قررت اني التزم بهالعلاقه، قررت انه بتعرفي نحن وقت بنعطي الفاوز او هيدا انه انا بدي التزم فيك، بدي احبك، بدي سد احتياجاتك، بدي اكون حدك، صح؟ وهو بيقول لي نفس الشيء، والا ما كنت اتجوزت هيدا الشخص، كنت ضليت انا اخذ احتياجاتي وما تجوزت، بس اخذت هذا الشخص لانه صار في التزام اني ابني هالعيله، اني حب واني احترم. وهيدا الموضوع كاتيا اللي كثير نحن لازم نحكي عنه هلا بهيدا الوضع، انه الحب والاحترام بالعلاقه، لانه للاسف تحت الضغوطات الكثير اللي نحن عم نمرق فيها عم بينفقد الحب والاحترام. سو هيدا لانه هيدا المينيموم لزواج سعيد إذا بدك نحكي فيها، والدراسات كلها فرجت إنه إذا أنا بدي يكون عندي زواج سعيد، أو شو هي الزواجات اللي ضاينت؟ عملوا يا أختي هون 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 بكل دول العالم، ليش هيدا الكوبل ضل مع بعضه؟ اكتشفوا إنه هيدا الكوبل كان في شيء كتير مهم، هو الحب والاحترام. حاربوا ليحافظوا على الحب والاحترام. سو هيدا هو إذا بدك الشيء اللي بيخلي، لأنه الحب والاحترام بيولد الثقة. عم نحكي عن كابلز ضلوا مع بعضهم بعلاقة حلوة وسليمة. حلوة يعني. وسليمة أكيد. كثير ناس بقيوا مع بعضهم لكثير أسباب تانية. أكيد. برافو عليك. لا، عم نحكي كان عندهم وضع زواج صحي ناجح. وسليم. نعم. سو اللي ملفت للنظر قالوا شغلتين. قالوا إنه أولاً أكيد كان في حب واحترام، بس شغلتين كانوا مميزين بهدول الكوبلات اللي زواجاتهم كانت سعيدة لسنين. No. لا، بدي أقول للعالم أنه بتصير، لأنه الناس بتقلها المعقولة يعني. صحيح أنه الأكترية ما عم بيعيشوا هيك، بس لا، في شغلتين كانوا مميزين. أنه شو اللي خلى زواجكم سعيد غير الحب والاحترام؟ شغلتين. واحدة، حافظوا على علاقتهم الجنسية الحميمية، يعني حطوا هيدي الأشياء برايوريتي. مش معناتها إجباري وغصب عنك وغصب عنك، هذا رح نحكي عنه، هذا موضوع تاني بحكي عنه، بس حافظوا اشتغلوا أنه تكون عندهم علاقة جنسية صحية وحلوة. وشغلة تانية، وصلوا لمرحلة القبول. يعني أنا ما بقى مشكلتي بدي غيرك، ولا بقى أنت بدك تغيريني. بتعرفي بالزواج بيمرق الزواج بمراحل، الهانيمون فيز، مرحلة النزاع، مرحلة أنه شوف الفروقات، لحد ما أوصل لمرحلة القبول والتقدير. هول الكوبل وصلوا لمرحلة أنه أنا بعرفك متغيرة، بعرفك غير عني، بعرفك شخصيتك غير عني، بعرفك غير عني، بس تل أنا بقدر هالاختلاف وما بقى بدي غيرك أو ما بقى بدي غيرك. بس تعلموا هالشغلتين، أني أقبل الشخص مثل ما هو ويقبلني مثل ما أنا، وحافظ كمان أنه يكون عندي علاقة جنسية سليمة، هيدا أدى أنه كمان يكونوا عم بيحافظوا على زواج سعيد. كل هيدا مثل ما بلشتي، البيس تبعوله، القاعدة تبعوله، أنه يكون في ثقة واحترام. صح. مش بس حب واحترام، في ثقة كمان يلي كتير أساسية. يعني هو اللي ما بيجي القبول بالأول، هو بيجي بعدين من بعد ما يكون أبداً. في طريق كتير طويل. بس شو يعني ثقة واحترام؟ صح. كيف بيشوف كل شخص الحب من أي منظر؟ صح. بتعرفي كمان أنا كتير بحب، لأنه أنا ببني كل شيء على ريسيرش، لأنه حلو نفهم كمان شو عم بيصير. مثل ما قلنا، اثنين أكيد اثنيناتهم بس يتجوزوا مفروض أنه يكونوا بيحبوا بعض وأخذين قرار أنه يحترموا بعض، ولكن اكتشفوا أنه الحب والاحترام اللي بتفهموا المرأة
يعني اللي بيوصل له غير الحب والاحترام اللي بيوصل له للرجال. مثلا واحدة من الاشياء اللي انا بشعر فيها كامرأة بالحب والاحترام هو انه وقت جوزي بيسمع لي، هيدا نيد عندي، احتياج. هيدا نحن كوومن بنجي بتحسي بدي شيء وخبرك القصص لانه هيدا جزء من طبيعتي. سو انا بدي شخص يكون عم يسمع لي، بدي شخص مش بس يكون عم بيسمع لي كاتيا، ما يكون عم بياخذ مشاعري بعين الاعتبار، لانه اوقات كثير بيصير في تصغير وتسخيف للمشاعر. هيك انا بشعر بالحب، بدي شخص اذا شافني مريضه يجي يسال عني. صدقيني ياما بيجوا لعندي على المكتب هي عم تخلف، هو عم يلعب سبار، هي مريضه هو مسافر، لانه ما مش بالكونسبت انه هيدا نيد المرأة عندها إياه. سو أنا هيك بشعر بالحب والاحترام، بشعر بالحب والاحترام إذا كنت تعبانة أوكي يجي يقول لي شو بدك ساعدك، مش فهمت علي؟ يعني هيك بحس بالحب والاحترام. بحس بالحب والاحترام إذا إجا كان مشارك بالبيت مع أولاده، عم بيلعب، عم بيقوم بدوره، مش تارك الأولاد علي وهو بس بالشغل. سو هيدي فيو تيبس من الأشياء اللي بتشعر المرأة فيها بالحب والاحترام. أول شيء قاله للمرأة هي إنه يكون جوزها a good listener، شخص بيعرف يسمع. هلأ كيف الرجل بحس بالحب والاحترام؟ نحن كنساء وقتا منشوف تقصير بالبيت أو كأنه منلعب دور نحن بدنا تفكس، بدنا نصلح، وفجأة منبلش الانتقادات. نحن أنا بحبك، ما أنا بديك تكون أفضل، ما أنا ليه لعبت مع الأولاد هيك، ليه قعدت هيك، ليه بنصير ننتقد. والرجل عنده شيء منسميه ميجا نيد، يعني شيء أكتر شيء عنده إياه هو الاحترام. وللأسف نحن كنساء بنعرف كتير منيح كيف نقلل الاحترام. وقت نبلش ننتقد، ننتقد كل شيء بيعمله، كيف بعلي صوته، كيف بيلعب مع الأولاد، كيف بدون ينامه، لا ما تعمل هيك، لا ما تحط بوتك هون، لا ليك بالشغل هيك، ليه حكيت هيك، ليه صوتك عالي. منصير ننتقد، وكأنه هيدا الشيء بخلي الرجال ما يشعر بالحب والاحترام، لأنه هو جواته بحب يكون الهيرو لمرته، بحب يكون عم بينفخ، يعني عم بيسمع كلمات حلوة. بالأول بده يلعب هيدا الدور حقيقة. اثنين هلا اثنين، ليكي بتعرفي كل شيء، ليكي رح أعطيك إكزامبل. بده يستحقوا هاللقب. صح، رح أعطيك إكزامبل. إجا جوزي وأنا منايمة ولادي، أوكي هيدا كتير بتصير. إجا قومهم من التخت، على الصوت، كسر الدنيا، أنا كأم صرت فرستريتد، لأنه أنا ما صدقت إمتى نيمتهم، أنت كل النهار بالشغل جاية هلا لأنك بدك تلعبهم 10 دقايق. هيدا شيء فيني عيط وصريخ وقول له انت سلفش، انت هكذا، انا شو عملت فيه؟ هل حفزته يلعب مع الاولاد؟ بس اذا انا اطلعت انه الزلمه جاي تعبان، لعب هيك مع الاولاد، قلت له ثانك يو انك عم تعطي وقت لاولادك، وبعدين بقعدتي معه قلت له حبيبي بس تجي من الشغل انت انا بكون تعبانه ما صدقت امتى نيمهم، بدك ما نيمهم لكن جيت فيك تجي ابكر بربع ساعه. سو انا عززت فكره العطاء تبعه من دون ما اكون عم بنتقده. سو هيدا اللي انا عم جرب اقوله، انه فينا نكون عم نقدر، لانه التقدير شيء كثير مهم بالنسبه للرجل. وشغله كمان المراه بتحس فيها بالحب والاحترام، هيدي بنسميها ميجا نيد، هي تحس بالحمايه. انت ما بتحب تحسي بالحمايه، بروتكشن، انه عن جد تحسي انه في حدا حدك، سند، حميكي، فهمت علي؟ يعني واقف 100%. بس كثير نساء بيتدمروا من كتر الحمايه، اوفر بروتكشن، لدرجه على حدود التسلط. نحن بتصير يعني كمان هيدي اوقات بيستعملها الرجل بكثير من العلاقات، بيبقى عم يستعملها الرجل لانه على اساس انه هو الحامي، فما بيعود يعرف وين حدود هيدا الشعور بالحمايه والامان للاولاد يعني البيت، وبين انه يكون لا هو متسلط حتى على حتى بالاشياء الصغيره. صح، اكسلنت، ثانك يو عن جد، لانك انت عم تحكي هول الاشياء اللي الناس بتسالني اياهم. يس انا عم بحكي الحمايه ضمن حدود، بس رح اقول لك كيف فيها احترام. يعني انا اليوم بدي اروح اسهر معك عشيه، جوزي بخاف علي كثير، هو لانه بده يحميني بده هو يروح، بده هو ينطرني، بده هو يكون معي. حلو اذا انا بدي هيك، اذا انا حاسه بهالاحتياج، بس اذا انا قلت له حبيبي ثانك يو لانك انت مهتم فيي، بس انا عمري ناضجه، ما راح اقول قد عمري اكيد، وانا قادره اروح لوحدي، واي بروميس يو انه راح استخدم السيفتي، ما راح اتاخر، راح اكون هيك. اذا ضل مصر هيدا كنترول.
هيدا منه حماية. نعم. لأنه ما احترم حتى رأيه. سو هون بتجي الباوندريز، هون بتجي الحماية، أنه أنا إيه بديك شخص يكون حميني يسأل عني، مش مستقلين، مش ما يقوم بدوره ك ك ك ك بالإشياء المسؤولية. بتعرفي كاتيا قبل كان كل الرجال دوره شيء، المرأة دوره شيء، نحن هلأ بالتطور كل واحد فينا عنده دور. نعم. بس المرأة بتحب أنه whatever مسؤولية أخذها الرجال يكون مسؤول عنها. نعم. ما يكب عليها. ما تحس حالها، بدها تحس حالها مع رجال مسؤول، مش مع حدا غير مسؤول. سو بغض النظر شو هي المسؤوليات، انا ما بدي فوت فيهم لانه الادوار مختلفه، كلنا بنشتغل، وكل بيت كلنا بيكون كمان عنده ما خص، بس مهم whatever انا whatever انا عندي. نعم. المسؤوليه المراه شي لوك اب، بتحب انه تشوف شريك حياتها عم بيقوم بهيدي المسؤوليه، بس هو ليقوم بهيدي المسؤوليه بحاجه للتقدير من زوجته، بحاجه انها تدعمه. وشغله كثير هلا انا اذا بدي اقولها للكوبلز بحاجه لها، بتعرفي انا هالجمعتين كانوا كثير صعبين علي كاتيا، لانه وقت الهزه عملت تروما، وانا ما كنت متوقع حالي رح اعمل تروما انه شو عم بيصير. ليه؟ لانه الانفجار، ولانه انا بالحرب، ولانه هيك كثير كان وضع كثير سيء علي، كنت بمود كثير ثقيل، جدا ثقيل. وقاعده بالبيت انا اكيد بعلم، عم بعلم الناس وبعلمهم كيف يحكوا، علاقه انا وبنتي. اوكي، جوزي هيك من ورا متفقين نحن انه لا، انه جسي انه اللي عم تعمليه غلط، انا اكيد انا ماني منيحه، انه ماني مرتاحه اصلا. عليت صوتي وحكيت معه، حتى صرت عم بعلق انا وياه، عم بيقول لي ما انت بتعلمي هذا الشيء، كيف انه مش معقول تعملي شيء علقت انا وياه. انا عم بقول انا وبنتي علقت انا وياه، ترك فلينا كل واحد فات على قوته. اللي انا كنت بحاجه لقله، انا غلطت غلطت اكيد، بس أنا كنت بحاجة لكمباشن. إجا جوزي عشية وعن جد قعد وجرب يفهم أنا شو بني، إنه جاسي شو القصة. قدرت أوصل إني أنا تروماتايز، أنا عاملة تروما، وأنا كنت بحاجة إنه هو يفهمني بهيدي المرحلة. سو نحن عم نتعرض كتير. سو إذا بدي الكوبل عن جد يكونوا عم يمشوا صح، حتى لحتى إجت بنتي حكينا، عرفتي؟ بس كانت الفكره انه كلنا under a lot of pressure، كلنا عندنا ضغوطات كثيره، سو بهالمرحله لنقدر نستمر الكومباشن از فيري امبورتنت، كثير مهمه انه نتعاطف مع بعض بالآخر، مش بس ايه يعني نحن شو موقعه. اكيد يعني انا بعد الهزه طلع عندي كلب، طلع فايرل على الهيدا لانه خزق كتب البنت كلها بالبيت، عملت روما. سو شفقنا عليه وجينا وكل الوقت حدي وما يزيح من حدي وانا عم بغنجه، طب ما انا كمان مش بعضنا كمان، ما انا كمان تروماتايز، عم تفهم علي؟ كثير بحاجه للشفقه على بعضنا البعض، والشفقه هي ليفلز، يعني مش بس اتقاقي حرام كاتيا وامشي، هيدا لا، اوكي شفتك، الشفقه هي اني اقعد وعن جد تو فاليديت مشاعرك، ومش بس تو فاليديت ما حسسك ان انا اعلى منك وافضل منك، لا انزل انه انا كمان عندي ظروف صعبه كاتيا، انا ماني احلى منك. سو اذا الكابل وصلوا لهيدي المرحله بالتعاطف عن جد، هيدا بدي اقول لك ركيزه للزواج، هو الصخره. لو قد ما اجت مشاكل، انا اذا بشعر انه جوزي متعاطف معي وهو بيشعر اني انا متعاطفه معه، اي مشاكل بتجي بتواجهنا رح نعلق، انا بعلق، كلنا بنعلق، بس رح نقدر نتخطيها لانه في التعاطف وفي الحب والاحترام اللي عم بعطيه حسب احتياج الشخص. يعني اليوم اقوى علاقات زوجيه بهيدي الظروف معقول تكون عم تنهز اذا ما انشغل عليها، يعني احنا عم نحكي عن هزه بس هي ما قضيت عنا على الهزه، يمكن اقل شيء الهزه يلي ممكن تكون عم بتهزنا نفسيا وتكون عم بتاثر فينا. صح. يمكن الهزه واضحه وضايقت الكل، بس في اشياء ثانيه عم تتسلل علينا كل صح. يوم وتعملنا أزمات حتى نحن وقت مش معترفين فيها 100%. هي نحن عم نعيش على الفير مود كاتيا. لأنه يعني أنا خايف أخسر شغلي، تخيلي هيدا الرجال كل نهار عايش باللاوعي تبعه بالخوف. أنا خايف أخسر شغلي، أنا خايف خسرت مصرياتي، أنا خايف، عرفت علي؟ وهالمرة العايشة كل نهار نحن عايشين فير مود من المرض، بتخافي تفوتي على المستشفى، بتخافي أنه تموتي الجوع. وفوق هيدا وكله كان عنا إذا بدك شوي هيدا الأمان السقف
اللي بس نامي على المخدة يا أختي بأمان، هيدا نهاز تحتك. صح، حتى هيدا بطل بيتك إنه الناس عم تنام بالسيارات، إنه بطل. كنا نقول كتر خير الله عنا سقف، هلا صرنا خايفين من السقف. سؤال خيال، ما ننسى إنه عنا 3 سنين كوفيد، يمكن قد ما أجا من وراهن مشاكل نسيناهن، بس هن عملوا لنا أزمة كبيرة. تعرفي يعني من بعد كوفيد الدراسات هلا شو فرجت؟ إنه 1 من 5 أشخاص رح يكون عنده mental illness. 1/5 هيدي من الكورونا. زيد عليهم نحن بلبنان قطعنا الكورونا، نحن 100% صارت. ما في 1/5 سو 1 من 1 5/5 سو نحن كلنا عنا صار رح. بس مشان هيك بحاجة إنه نرحم بعض عن جد. أنا وجاي سايقة هون بالسيارة، ما بدي خبرك العالم، ما بدي خبرك هيك aggressivity كتير قوية، لأنه عايشين بالفير مود، عايشين بالخوف. بس تكوني عايشة بالخوف، أنت بتعرفي البرين تبعك شو بيفرز؟ دافع عن حالك، هجمي هيك. سو تخيلي نحن عايشين بالبيت، وإذا جوزي أتاكر أو أنا أتاكر مثلا كل الوقت، وأنا مش عم بعمل شيء أو هو ما عم بيعمل شيء، بس قد ايه بنتفهم هيدا الشيء، قد ايه رح نقدر نكون عم نهدي عن جد من حالنا، نعمل سيلف كير، نجرب قد ما فينا نزرع هيدا السلام بقلب البيت، لأنه الدنيا كلها عم تنهز. نرجع منقول أنه بالعلاقة الزوجية، فإذا عن جد مسؤولين عن بعضنا، مسؤولين أكيد عن مشاعر بعضنا، مسؤولين أكيد عن الأمان يلي بحسوا الأشخاص، عن الاحترام اللي بحسوا هالشخصين. ما حدا تالت مسؤول، هني مسؤولين عن بعضهم. أكيد أكيد هني مسؤولين، ومسؤولين عن هالعيلة كمان. جسي طعمي، شكرا لك مستشارة علاقات زوجية. هلأ بناخد وقفة ونرجع نتابع لايف.